حبيبي، وهنخرج الصينية اهي من الفرن بعد ما احمرت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله على الريحة بقى، ريحتها ايه جميلة جميلة جميلة. دي كانت بقى الصينية المكرونة البشاميل اللي احنا عملناها مع بعض النهاردة، ويا رب يا رب يا رب تعجبكم. بس تجربوها، اهم حاجة تجربوها، وتكتبوا لي بقى في التعليقات ايه رأيكم بقى في عملها وفي مقاديرها وكده. كده كانت قولوا يا حبايبي بقى رأيكم في صينية المكرونة البشاميل، وما تنسوش بقى تعملوا اعجاب وتشتركوا في القناة، واشوفكم كده يا رب على خير في مع فيديو تاني. وبقى حبايبي تقولوا لي رايكم في اعمال صينيه المكرونه البشاميل دي. واحنا كمان زي ما بنهتم بالاكل وبالشرب وبحياتنا، كمان لازم في كل فيديو ان شاء الله ان شاء الله اقول لكم دعاء، اقول لكم حديث، اقول لكم اي حاجه ان شاء الله نرضي بها ربنا. الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.